للاسف رسموني، بس المشكله يعني بسيطه جدا، كان فضل ما تسوق احماد يقول لي يبغى لها تربيط، فرامل معي كويسه نظيفه، مغير في احماد قريب، وانا ماشي بسرعه ما في اي صوت بالفرامل، الفرامل قويه. حكوا لي في عندي مشاكل بالبريكات، رحنا غيرنا البريكات وعملوا خراطه للهبات وضبطناها، ردينا دخلنا على الفحص مره ثانيه بيقولوا لي برضه مشكله البريكات، ردينا رجعنا لنفس الميكانيكي فحص البريكات وظبط الامور كلياتها، قال لي ما فيها مشاكل. رسبوني علشان حاجه ثابته اللي هي الله يعزكم الكفره الاماميه اليمين. الكفره انا مغيرها من اقل من سنه. وتفاجأت يعني حاجه بسيطه يعني. في فتحة الباب، بس فتحة الباب رسبوها بسبب هذا، وأنا الآن في ورشة عشان إصلاح الفتحة، لأنه لا يشكل خطرا لا علي ولا على الركاب أبدا. أنا وقتي صراحة محسوب، موظف يعني ومحسوب عليه الوقت، والآن بتعطل بروح أشتغل شغلة يعني تاخذ وقت لما تروح تصلح وترجع مرة ثانية. يعني تخيل اني جاي بعد المغرب ما خلصت الا الساعة 8:30. اي والله اخرتنا وخذت من وقتنا، ولازم انك تصلحها، يمكن يعطونك مدة اسبوع في الورقة اللي انت قاطعها بحدود 84 ريال.